أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن تضامنها مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من خلال إطلاق حملة تبرع بالدم للعاملين بالأكاديمية وخريجيها. وتوافد العاملون بالأكاديمية وخريجوها للتبرع بدمائهم والتأكيد على تضامنهم الكامل تجاه الشعب الفلسطيني، وتبرع العاملون بدمائهم من خلال وجود فرق طبية من جمعية الهلال الأحمر لإجراء الفحوصات الطبية للمتبرعين وسحب عينات الدم منهم. نتبرع لهم بدم عشان نقول لهم احنا شريان واحد وكلنا واحد في اي مكان، المصريين متواجدين مع اي شعب في اي مكان وكلنا واحد وشريان واحد. من الشعب المصري اللي هو دايما متضامن ومتكاتف مع الأمة العربية بشكل كامل. غزة النهاردة تحت الحصار، غزة تحت القصف، لازم كلنا نبقى وراها بأي حاجة. بحيي القيادة السياسية على القرار الحكيم أو القرارات الحكيمة اللي بتتخذها في الوقت الراهن. أنا هنا في الأكاديمية بحضر دورة تدريبية، عرفت أن الهلال الأحمر موجود وعرفت أن حملة تبرع بالدم لإخواتنا في فلسطين شغالة هنا، فحبيت أن أنا أجي وأقوم بدوري زي أي مواطن مصري بدعم القضية الفلسطينية. بدأنا مبادرة التبرع بالدم بقيادة السيدة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وقد تم الإعلان عنها الخميس الماضي. انطلاقا مننا كأكاديمية وطنية للتدريب مبادرة التبرع بالدم من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق ومع القضية الفلسطينية، وانطلاقا من مسؤوليتنا المجتمعية، قد شهدنا اليوم تجمع كبير قوي من المتبرعين، سواء كان من العاملين بالأكاديمية الوطنية للتدريب، من الخريجين ومن المتدربين اللي اوريدي موجودين النهاردة في الأكاديمية.